وأقول لهؤلاء الإخوة إن علماء الشريعة الإسلامية عندما وصفوا الناس الذين ينبغي أن ينهضوا بهذا الواجب وصفوهم بصفات في مقدمتها الرحمة بعباد الله، في مقدمتها أن يكونوا ربانيين، في مقدمتها أن تكون قلوبهم أوعية لمحبة الله لتعظيم حرمات الله، في مقدمتها أن تكون لهم ساعات عهد ولقاء مع الله في الأسحار. تلك هي صفات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا ننظر فنجد أن في الدعاة من يتصفون بنقائض هذه الصفات؟ ننظر إلى كتاب الله فنجده يبشر عباد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة، وننظر إلى أحاديث رسول الله وإذا هي الأخرى تبشر بالمغفرة. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويروي الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا حرمه الله على النار. روى الحاكم في مستدركه وأبو داود من حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار. يروي النسائي من حديث أبي عميرة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله يوم القيامة عبد يؤمن بهما فتمسه النار. يروي الحاكم في مستدركه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي أمة مرحومة مغفورة متاب عليها، وفي رواية بزيادة: لا يدرى أولها خير أم آخرها خير. ويروي مسلم في صحيحه وأحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يروي مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية: من قال هلك الناس فهو أولهم هلاكا. يا هذا، لماذا تدعو الناس إلى الله عز وجل بقلب مليء بالضغائن، مليء بالأحقاد، مليء بسوء الظن؟ لماذا تدعو الناس إلى الله وأنت موقن، لا ظان، موقن بأنك أنت وحدك على الحق، أنك من الفئة الناجية، وأن كل من خالف اجتهادك وخالف منهجك الذي تتبعه فهو ضال، وربما كان كافرا وربما أهدرت دماه؟ كيف يا أخي، أموقن أنت أن هؤلاء الذين
تتهمهم بما شئت من الفسوق والابتداع بل الكفر. أموقن أن الواحد منهم لن يصبح في الغد القريب خيرا مني ومنك. أموقن أنك وأنت تعتد بنفسك أنني وإياك عندما نمتد على فراش الموت ونعالج برحاء لن تنسينا برحاء الموت شهادة أن لا إله إلا الله. أموقن أنت بهذا حتى تصنف نفسك وحتى أصنف نفسي معك في الناجين من عباد الله وحتى نصنف التائهين مع الكفرة مع الفاسقين مع الفجرة.